لا يعرف عما إذا ما كان لعدم حضور هذا الرجل في المباحثات الأخيرة في أستانا 13 إحداث أي فرق في مجريات الأمور، خصوصا وأن السيد جير بيدرسون الذي تغيب عن حضور هذه الجولة المنعقدة منذ أيام في العاصمة الكازاخية لم ينسى أن يعرب عن أسفه من انهيار وقف إطلاق النار في إدلب، هذه المحافظة التي تتعرض لشتى أنواع القصف منذ إعلان الميليشيا الطائفية مدعومة بالاحتلال الروسي عن خرق الهدنة واستئناف الغارات الجوية على مدن وبلدات إدلب وحماة. بيدرسون الذي لم ينجح حتى الآن في إيقاف شلال الدم في الشمال السوري رغم مرور نحو 10 أشهر على استلام مهامه كمبعوث أممي إلى سوريا خلفا لسلفه ديمستورا، يواصل حديثه عن ما يسمى بتشكيل اللجنة الدستورية وأمله بأن تكون طريقا لحل سياسي في سوريا. وتعليقا على الاتفاق الأخير المعلن عنه بين واشنطن وأنقرة حول إنشاء منطقة آمنة، يحذر المبعوث الأممي من تبعات أي عمليات عسكرية قد تجري في شرق الفرات وتأثيرها على المدنيين هناك.